منيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سندرس المحاضرة 11 من امتحان توبيك الأول، وسألخص لكم الآن ماذا سندرس في هذه المحاضرة. أولا بالنسبة للاستماع تكي، فسندرس كيف نختار الرد المناسب لمصطلح مثل آسف أو شكرا أو أرجوك وإلى آخره. ثانيا سنتعلم مصطلح أي شيء بلس الصفة مثل موغا باشيسايو، موغا يويونغ هيو. وثالثا سنتعلم كيف نستخدم مول في السؤال، وهي ماذا بمعنى ماذا. ورابعا سنتعلم المصطلحات التالية اوتوسيو وهمبومبايو. وبالنسبة للقراءة فسندرس اليوم في الكي في القراءة كيفية إضافة الاسم إلى الصفة مثل بيريوهان مولغون، سايونغان مولغون، وتونغنيهان تشيك. وثانيا سندرس مقاطع للربط بين الجمل مثل هاميون وهيسو وهانيكا وهاجيما. وأخيرا سنستخدم الأدوات التالية أيضا للربط بين الجمل مثل كروندي وكريسو كريغو كرونيكا. 보기 늦어서 미안해요. لنبدأ إذن معا. الأسئلة الأولى في الاستماع هي من 5 إلى 6، ولكن سنبدأ في البداية بمثال هوجي. 늦어서 미안해요. 늦어서 미안해요. طيب القواعد المذكورة هنا، أولا 아오서 미안해요، أنا آسف لأنني فعلت هكذا أو لماذا. ثانيا 아오서 죄송해요، أنا آسف أيضا. 미안해요 أو 죄송해요 نفس الشيء، ولكن 죄송해요 صيغة احترامية أكثر. بالنسبة للكلمات المذكورة في المثال، نتا تأخر، تشيسونغادا أنا آسف، ميانادا آسف أيضا، أنيدا لا، بوتاكادا يطلب من، وكومابتا يشكر. هذا بالنسبة للكلمات. الأمثلة، المثال الأول ميانيو أو تشيسونغيو أنا آسف. الجواب كينتانايو، أنييو لا، لا مشكلة لا بأس. ثانيا 오늘 예쁘네요، أنت جميلة اليوم. 고마워요 شكرا. ثلاثة 왜 늦었어요، لماذا تأخرت. الإجابة 죄송해요 أنا آسف. نعم. إذن بالعودة للمثال 늦어서 미안해요 أنا آسف لأنني تأخرت. الجواب على الأسف باللغة الكورية هو دائما 괜찮아요 أو 아니에요. إذن الإجابة هي 2. 정답 2. 5번 다음에 또 오세요. 5. ننتقل إلى رقم 5. 5번 다음에 또 오세요. الإجابة ما هي؟ سنعرف الآن، ولكن سندرس القواعد أولا. بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا السؤال، 다음에 오세요، 다음에 세요، 다음에 하세요، مثلا افعل ذلك في المرة القادمة، أو تعال مرة أخرى في المرة القادمة. 또 오세요، الكلمات 또 مرة أخرى، 오다 يأتي، 다음 المرة القادمة، 미안하다 أنا آسف، 괜찮다 لا مشكلة، يوغي هنا، وأنت يجلس، أنيونغهي كاسيو مع السلامة، نقولها للشخص الذي سيذهب، أنا باقي وهو سيذهب، اذهب بسلام أو مع السلامة. الأمثلة المذكورة على هذا السؤال، 지갑 안 가져왔어요، 괜찮아요، 다음에 내세요، لا مشكلة، ادفع في المرة القادمة، نسيت محفظتي أو لم أحضر محفظتي، 괜찮아요، لا مشكلة، 다음에 내세요، ادفع في المرة القادمة. المثال الثاني 잘 가세요 مع السلامة، الإجابة للشخص الذي سيبقى الذي يجلس في هذا المكان، 안녕히 계세요. إذن 잘 가세요، أنا هنا، أنا الآن في هذا المكان، وأقول لشخص مع السلامة اذهب بسلام، 안녕히 계세요، هو يقول لي ابقى بسلام هنا. يعني الصيغة هي معناها مع السلامة، ولكن تختلف من الشخص الذي سيبقى في المكان والشخص الذي سيغادر المكان. الذي سيغادر المكان يجب أن يقول 안녕히 계세요، والشخص الذي في المكان يجب أن يقول للآخر 안녕히 가세요 مع السلامة. وثلاثة 안녕하세요 자리 있어요، مرحبا هل يوجد مكان. 네 여기 앉으세요، نعم اجلس هنا. 여기 세요 اجلس هنا. وبالعودة للسؤال 다음에 또 오세요، تعال مرة أخرى أو يعني زرنا مرة أخرى، الإجابة يجب أن تكون 안녕히 계세요، 안녕히 계세요، مع السلامة
يقولها الشخص الذي سيغادر. مثلا أنا هنا أنا أقول 다음에 또 오세요. تعال مرة أخرى أو زرنا مرة أخرى. إذا أنا أقول له مع السلامة وهو يجب أن يقول 안녕히 계세요. ابقى بسلام أو مع السلامة. ننتقل الآن إذا الإجابة هي رقم طبعا أربعة. الإجابة هي رقم أربعة 안녕히 계세요. 정답 أربعة. ننتقل الآن إلى رقم ستة. 6번 여보세요. 거기 김수미 씨 집이지요? 6번 여보세요. 거기 김수미 씨 집이죠? الإجابة أولا القواعد المذكورة هنا في السؤال إيجيو أليس كذلك أو أليس هذا وجملة للتأكيد إذا نستخدمها. الكلمات المذكورة في هذا السؤال يوبوسيو ألو كوغي هناك تشيب بيت وكرونديو ولكن يعني نستخدمها هذه في الاتصال مثلا عندما أريد أن أعرف ماذا يريد أن يقول الطرف الآخر. يعني كرونديو ولكن ماذا؟ ما هي الجملة التي تلي؟ الجيتا فهمت وتروودا يدخل ويوغيتا هو هنا وكوغي هناك. إذن هذه هي الكلمات المذكورة في السؤال. ندرس الآن أمثلة على الأسئلة. 여기 서울대학교죠. 여기 서울대학교지요. هل هنا جامعة سيول أو أليس هنا جامعة سيول؟ صحيح. 네 맞아요. 나암 صحيح. 여보세요. 알로. 거기 창호 씨 집이지요. 아하ذا بيت السيد 창호. أليس هذا بيت السيد 창호؟ صحيح. 네 그런데요. 나암 ولكن يعني من أنت أو ماذا تريد؟ يقولها الشخص لأنه ينتظر أن يسمع جملة أو كلام الشخص الذي على الخط. لذلك بالعودة إلى السؤال الرجل قال يوبوسيو ألو كوغي كيمسومي شي تيبيجيو. هذا بيت السيد السيدة أو السيد كيمسومي. صحيح. المرأة يجب أن تقول ني كرونديو. نعم ولكن من أنت أو ماذا تريد؟ إذن الإجابة الصحيحة هي رقم واحد. تونغداب واحد. رقم اثنان. ني الجسم نيدا. نعم فهمت. ني يوغي سيو. نعم هو هنا. أو ني ترو سيو. نعم أدخل. وهذا هذه الإجابة خطأ لأن الموضوع حول الاتصال أو الهاتف. إذن تونغداب واحد. 15번 이 식당은 뭐가 맛있어요? 이거 한번 드셔보세요. 여기 오면 저는 항상 이걸 먹어요. 안타깔 일라 رقم 15, 15번 이 식당은 뭐가 맛있어요? 알마라 تقول 이거 한번 드셔보세요. 여기 오면 저는 항상 이걸 먹어요. إذن هنا لدينا أربعة صور، ويجب أن نختار الصور التي تتحدث عن الحوار. بالنسبة للصور الأربعة الموجودة لدينا إذا نظرنا إلى الصور سنعرف ما هو الجواب الصحيح. ولكن أولا دعوني أشرح لكم القواعد المذكورة في السؤال. 뭐가 맛있어요? 뭐가 유명해요? ما هو أو أي شيء لذيذ؟ أي شيء مشهور؟ اثنان 한번 مع plus اسم plus بايو أو بوسيو. 한번 보세요. وثلاثة 면 إذا. وأربعة 이걸. 이걸 يعني 이것을 هي اختصار ل 이것을 هذا. أما الكلمات المذكورة في السؤال فلدينا أولا 식당 مطعم 뭐가 أي 맛있다 맛있어 لذيذ 한번 مرة أو يعني جرب 오면 إذا أتيت هانغسانغ دائما إيغول هذا. أمثلة على الكلمات الموجودة أو القواعد الموجودة في هذا السؤال. إي دوشيه بوغا يوميونغ هيو ما المشهور أو أي شيء مشهور في هذه المدينة. بيبيمبابي يوميونغ هيو البيبيمباب مشهور. اثنان هانغوغي غاغي ديميان كيمبابل قوك هانبون موغوبايو. إذا ذهبت إلى كوريا إذا حصلت على فرصة للذهاب إلى كوريا يجب أن تجرب أن تأكل الكيمباب. وثلاثة مول شيكيجو ماذا نطلب في المطعم؟ 저는 국수를 좋아해서 이걸 시킬래요.
أنا أحب الكوكسو أو النودلز لذلك سأطلب هذا 이걸 시킬게요. بالعودة للصورة الرجل قال إي شكتانغن بوغا ماشيسايو ما اللذيذ في هذا المطعم المرأة قالت إيغو هامبون تشوبوسايو جرب أن تأكل هذا أنا يوغي أوميون تونن إذا أتيت هنا أنا هانسانغ إيغول موغويو أكل هذا دائما إذا الصورة المناسبة كما تشاهدون للحوار هي رقم 4 لأنهما يتحدثان عن ماذا نأكل وأمامهما مينيو رجل ومرأة إذا الصورة المناسبة هي رقم 4 إذا تشونغداب 4 16번 안경을 쓰고 거울 한번 보세요. 어떠세요? 좋아요. 아주 마음에 들어요. ننتقل الآن إلى السؤال التالي. سؤال رقم 16. 16번. 안경을 쓰고 거울 한번 보세요. 어떠세요? 좋아요. 아주 마음에 들어요. القواعد المذكورة في السؤال أولاً ماومي تلدا يعني يعجبني وثانياً أوتيو ما رأيك أو ما رأيك والصيغة الاحترامية أوتوسيو أما الكلمات المذكورة في السؤال أنجيون نظارات سدا يستخدم أو يلبس النظارات كول مرآة أوتوسيو ما رأيك ما رأيك أجو كثيراً ماومي تلدا يعجبني وبالنسبة لأمثلة هذا السؤال 이 치마를 한번 입어보세요. 어떠세요? البسي هذه التنورة. ما رأيك بها؟ 조금 짧아요. قصيرة قليلا. 2. 저는 미국 드라마에 나오는 남자 배우가 마음에 들어요. يعجبني الممثل الذي يظهر في الدراما الأمريكية. 마음에 들어요. 3. 눈이 안 좋아요. هل عندك مشكلة في عينك أو عينك ليست جيدة؟ لا تستطيع أن ترى جيدا. 네, 컴퓨터를 많이 봐서 안경 써야 해요. لأنني أنظر إلى الكمبيوتر كثيرا يجب أن أستخدم النظارة. باللغة الكورية نقول 안경 쓰다 أو 안경 끄다. 끼다 نستخدم يلبس النظارة بهذه الطريقة. نعود إلى السؤال بالعودة للسؤال الرجل قال للمرأة 안경을 쓰고 거울 한번 보세요. البسي النظارة وانظروا إلى المرأة. ما رأيك؟ 어떠세요? المرأة قالت 좋아요. ممتاز. 아주 마음에 들어요. تعجبني كثيرا. إذن الصورة المناسبة هي رقم 3 لأنها تجرب النظارة أمام المرأة. 정답 3. ننتقل الآن إلى رقم 49 و50 من القراءة. سنجيب على الأسئلة الموجودة في السؤال. في المثال. رقم 49. ساشب كوبون. 저는 다음 주에 새 집으로 이사합니다. 그래서 오늘 제 물건을 정리했습니다. 먼저 필요 없는 물건들을 상자 안에 넣었습니다. 그런데 그 중에 한 번도 쓰지 않은 새 물건이 많았습니다. 앞으로는 바락 물건만 사야겠습니다. ننتقل إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال. أولاً إيرو إيساهادا إيساهادا الانتقال إلى انتقل إلى أين إلى مكان جديد. 2. إيرل تونغني هسمنيدا تونغني هادا يرتب غرفة يرتب أشياء يرتب صندوق حقيبة. 3. كجنه من بين تلك أو من بين هذه. هم بندو جي أنتا هم بندو جي أنتا أو هم بندو هاجي أنتا لم أفعل ولا مرة أو حتى مرة لم أفعل أبدا. بيريو إنن بيريو أمنن بلس اسم مثلا بيريو إنن ملغن شيء أحتاجه بيريو أمنن ملغن شيء لا أحتاجه الذي أحتاجه الذي لا أحتاجه. الكلمات المذكورة في هذا السؤال إيسا هدا ينتقل ملغن شيء وتنغي هدا يرتب ومنجو أولا بيريو أمنن شيء لا أحتاجه سانجا صندوق أن داخل الصندوق نوتا يضع كجونين من بينها هم بندو مرة واحدة أبرو في المستقبل.
بالانتقال إلى الأمثلة على هذا السؤال 우리는 다음 주에 새로운 동네로 이사 갑니다. سننتقل الأسبوع القادم إلى حي جديد. 2. وَ 이렇게 바쁘세요? لماذا أنت مشغول هكذا؟ 내일 새로운 동네로 이사 가서 필요 없는 물건을 정리하고 있습니다. سننتقل غدا إلى حي جديد. لذلك أنا الآن أرتب الأشياء التي لا أحتاجها. 이 책은 한 번도 쓰지 않은 책입니다. هذا الكتاب هو كتاب لم أستخدمه ولا مرة. 한 번도 쓰지 않은. 오일 시장에 한 번도 가지 않았다. لم أذهب ولا مرة إلى سوق الخمسة أيام. يوجد سوق في كوريا اسمه سوق الخمسة أيام. المثال لم أذهب إلى هذا السوق أبدا. 한 번도 가지 않았다. لم أذهب أبدا. بالعودة إلى النص لنترجم النص وما يعنيه النص باللغة العربية. سأنتقل الأسبوع القادم إلى بيت جديد، لذلك رتبت اليوم أشيائي. أولاً، وضعت الأشياء التي لا أحتاجها في صندوق، لكن من بينها يوجد الكثير من الأشياء التي لم أستخدمها حتى مرة واحدة. بعد اليوم، يجب أن أشتري فقط الأشياء التي أحتاجها. إذن الإجابة، كما شاهدتم، الإجابة هي رقم بيريوهان رقم واحد. إذن رقم 49 الإجابة بيريوهان ملغم من فقط الأشياء التي أحتاجها. سأشتري فقط الأشياء التي أحتاجها. أما رقم هذا بالنسبة لرقم 49. بالنسبة لرقم 50 يجب أن نختار الجملة الصحيحة التي تتناسب مع موضوع النص. 집에 새 물건들이 많이 필요합니다. أحتاج إلى أشياء جديدة كثيرة في البيت. لم يذكر في النص. 저는 오늘 새 집에 이사를 왔습니다. أتيت إلى البيت الجديد اليوم. هذا أيضا صحيح. 저는 필요 없는 물건을 정리했습니다. رتبت الأشياء التي لا أحتاجها. 4. 상자에 많이 쓰는 물건들이 있습니다. توجد الكثير من الأشياء التي أستخدمها في الصندوق، وهذا أيضا خطأ لأنه لم يذكر، بالعكس ذكر أن الأشياء في الصندوق لا يستخدمها. إذا واحد خطأ واثنان أيضا خطأ، أربعة خطأ، لذلك ثلاثة هي الإجابة الصحيحة. 저는 필요 없는 물건을 정리했습니다. رتبت الأشياء التي لا أحتاجها. إذا정답 ثلاثة. ننتقل الآن إلى 53. 53번 저는 한국에 온 지 1년 됐습니다. 가끔 고향 생각이 날 때는 서울 타워에 올라가서 밤 경치를 봅니다. 서울 시내는 파락 밤 경치가 아름답습니다. 그리고 서울 타워에 갔다 오면 마음도 가벼워지고 기분도 좋아집니다. القواعد المذكورة في هذا السؤال 지 되었다 مضى مدة على مثلا قدومي إلى كوريا أو هكذا جي ديوتا. الكلمة التالية أو القاعدة التالية التي عندما، وثلاثة جيمان ولكن، أربعة ميون بلس اسم عفوا بلس فعل بلس جدا موموها ميون جوا جدا مثلا إذا فعلت هذا الشيء يتحسن مزاجي مثلا. الكلمة القاعدة التالية ميون نفس الشيء بمعنى إذا أوسو سبب وأنيكا سبب أيضا. بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال هانغوك كوريا كاكم أحيانا كويان مسقط الرأس سنغان ندا يتذكر سول تاوا برج سيول وولاغادا يصعد بام كيونشي المنظر الليلي شيني وسط المدينة آرم دبتا جميل باوم قلب كابيوجيدا يصبح خفيف كيبون مزاج جواجيدا يتحسن بوكتاب هذا معقد. نقرأ أمثلة الآن على هذا الموضوع. 한국에 온 지 7년 되었습니다. أتيت إلى كوريا قبل 7 سنوات أو مضى على قدومي إلى كوريا 7 سنوات. 기분이 안 좋을 때 카페에 가서 책을 읽습니다. عندما يكون مزاجي ليس جيدا عفوا أذهب إلى المقهى وأقرأ الكتاب. 서울에 왜 자주 가세요? لماذا تذهب إلى سيول كثيرا؟ 서울은 복잡하지만 아름다워요. 시울 مزدحمة ولكنها جميلة.
지만 الجملة التالية وين نجوسايو؟ لماذا تأخرت؟지하철에 사람이 엄청 많아서 늦었어요. 다아카르투 لأنه يوجد كثير من الناس في المترو. 운동을 하면 기분이 좋아져요. إذا لعبت الرياضة يتحسن مزاجك. إذا لعبت. نترجم الآن النص. ترجمت النص. مضى على قدومي إلى كوريا عام. أحيانا عندما أتذكر وطني أذهب إلى برج سيول وأشاهد المنظر الليلي وسط مدينة سيول مزدحم، ولكن المنظر الليلي جميل. وأيضا عندما أذهب إلى البرج وأرجع أشعر براحة في قلبي ويتحسن مزاجي. إذن بالعودة للسؤال، سؤال 53، الإجابة هي 북적하지만. 북적하지만 서울시내는 복잡하지만 밤 경치가 아름답습니다. 무즈다히마 ولكن جميلة. سيول أو وسط مدينة سيول مزدحمة ولكن جميلة. إذن تشونغداب 3. 54، نختار الجملة الصحيحة. 1. سول تاواي 가서 밤 경치를 봅니다. أذهب إلى برج سيول وأنظر إلى المنظر الليلي. 2. 고향 생각이 나면 서울 타워를 봅니다. أنظر إلى برج سيول إذا تذكرت مسقط رأسي. خطأ لأنه يذهب إلى برج سيول. 서울 타워에 가면 고향 생각이 납니다. إذا ذهبت إلى برج سيول أتذكر موطني. خطأ لأنه قال إذا تذكرت موطني أذهب إلى برج سيول. بالعكس. 저는 1년 전에 서울 타워에 갔습니다. ذهبت إلى برج سيول قبل سنة. وهذا خطأ لأنه أتى إلى كوريا قبل سنة. إذن الإجابة الصحيحة رقم 1. 서울 타워에 가서 밤 경치를 봅니다. أذهب إلى برج سيول وأشاهد المنظر الليلي. 정답 1. ننتقل الآن إلى سؤال رقم 55 ورقم 56. 55번. 제가 어렸을 때 우리 집 근처에 있는 작은 시장에 자주 갔습니다. 파락, 백화점이 생긴 후에는 그 시장에 가지 않았습니다. 오늘은 오랜만에 그 시장에 가보고 많이 놀랐습니다. 시장 안에 가게가 많고 살 수 있는 물건도 다양했습니다. 또 아주머니들이 맛있는 음식을 만들어서 팔고 있었습니다. 앞으로 집 근처 시장을 자주 이용하기로 했습니다. ننتقل إلى قواعد هذا السؤال. أولاً أصلت عندما كان ماضي. ثانياً 그래서 그런데 그리고 그러니까 그래서 لذلك 그런데 ولكن وموضوع جديد 그리고 و 그러니까 لأن. بالنسبة للقاعدة التالية هي إن هو بعد أن، والقاعدة التالية كوي ستة كان يفعل شيء باستمرار، وكيرو هتا وعدت نفسي أو قررت أن أذهب أو أفعل أو هكذا. الكلمات المذكورة هنا الكلمات المهمة. أوريدا صغير، شيجان سوق، تاجو عادة أو غالبا، هيكاجوم مول، وكاجي محلات. 만들어서 팔다 يصنع ويبيع. 다양하다 متعدد. 이용하다 يستخدم. أمثلة على هذا السؤال. 외국에 있었을 때 영어 공부를 열심히 했어요. عندما كنت في دولة أجنبية درست اللغة الإنجليزية بجد. 저는 외국인입니다. أنا أجنبي. 그래서 한자가 어렵습니다. لذلك الحروف الصينية صعبة. 저는 요르단에서 왔습니다. 아타이투 미날 우르돈. 그리고 한국에서 공부합니다. 와드루스 피 코리아. 와 아드루스 피 코리아. 저는 빵을 좋아합니다. 아나 우히부 알 호브즈. 그런데 다이어트 때문에 지금 못 먹습니다. 왜라킨 비사밥 알 루짐 라 아스타티우 안 아콜 알 안. 집에 간 후에 빨래를 했어요. 앤다마 자합 바다 안 자합투 일 알 바이트 가살투 말라비시. 언니가 밥을 먹고 있어요. 어흐티 카비라 타쿠루 타암 알안. 밥을 먹고 있어요. 영어 공부를 열심히 하기로 했다. 와아드투 나프시 아우 카라르투 안 아드루사 알루가타 알잉글리지야 제이단.
إذا هذا بالنسبة للأمثلة. أما بالنسبة لترجمة هذا النص، واحد، عندما كنت صغيرا ذهبت كثيرا إلى سوق صغير قريب من بيتنا، ولكن بعد أن ظهرت المولات لم أذهب إلى هذا السوق. ذهبت اليوم بعد مدة طويلة لذلك السوق وتفاجأت. يوجد الكثير من المحلات في السوق، والمنتجات التي يمكن شراؤها متعددة. أيضا كانت النساء الكبيرات يصنعن الطعام ويبيعنه. سأذهب في المستقبل كثيرا إلى هذا السوق القريب من بيتي أو من البيت. إذن الإجابة الصحيحة على رقم 55 وشيب أوبون تونغداب رقم 3 كروندي ولكن. أما بالنسبة ل 56 رقم 56 فلدينا وشيب يوكبون، يجب أن نختار الجملة الصحيحة. 1. 저는 이제 시장에 자주 가려고 합니다. 안위 أن أذهب إلى السوق الآن كثيرا. 2. 물건을 사는 아주머니들이 많습니다. خطأ لأنه قال مُلْغَنُ الْبَانَنَ التي تبيع المنتجات. 3. 시장이 생기기 전에 백화점에 자주 갔습니다. ذهبت إلى المول قبل أن يعني يوجد السوق، وهذا خطأ لأن السوق أولا ثم المول كما تعرفون، إذا خطأ. 4. 전에 가게가 많아서 물건 사기가 편했습니다. كان شراء الأشياء سهلا لأن المحلات كانت موجودة كثيرا قديما، وهذا خطأ لأنه الآن مريح وليس قديما. إذا الإجابة الصحيحة هي رقم 1. 저는 이제 시장에 자주 가려고 합니다. أني أن أذهب كثيرا إلى السوق الآن. إذا 정답 1. إذن هذا كل ما لدينا اليوم في المحاضرة من الاستماع والقراءة، وسألخص لكم الآن ماذا درسنا لهذا اليوم. أولا بالنسبة للاستماع تكي، درسنا كيف نختار الرد المناسب لمصطلح معين مثل آسف أو شكرا أو أرجوك وإلى آخره. ثانيا تعلمنا مصطلح أي شيء بلس صفة مثل 뭐가 맛있어요 أي شيء لذيذ، 뭐가 유명해요 أي شيء مشهور. وثالثا تعلمنا المصطلحات التالية 어떠세요 ما رأيك 한번 먹어보세요 جرب أن تأكل مثلا. وأربعة درسنا الكلمات أو مقاطع الربط بين الجمل مثل 하면 إذا وهيسو لأن وهنيكا لأن أيضا وهجما ولكن. أما بالنسبة للقراءة فدرسنا اليوم كيفية إضافة الاسم إلى الصفة مثل 필요 없는 물건 أو 사용한 물건 الذي استخدمته أو 정리한 책. وثانيا استخدام الأدوات التالية أيضا بين الجمل مثل 그리고 그런데 그래서 그러니까. وأخيرا استخدام مصطلح لم أفعل ولا مرة 한 번도 하지 않았다 한 번도 먹지 않았다 لم أكل أبدا. أما بالنسبة لكلمات القراءة الرئيسية درسنا اليوم كلمات مثل 이용하다 استخدم 복잡하다 معقد 고향 مسقط الرأس و 마음에 들다 يعجبني و 들어오다 يدخل. وكلمات الاتصال مثل 여보세요 그런데요 و 밤 경치 منظر ليلي و 상자 صندوق 필요 없는 ليس ضروري أو لا أحتاجه 정리하다 يرتب. إذن هذه هي الكلمات التي درسناها لليوم في محاضرتنا، وهذا كل شيء لدينا اليوم. شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق، مع السلامة.